بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله احاديث كثيره تستوقف المؤمن فيقف متاملا خاشعا امامها لان كلام النبي مقدس ايها الاحبه لا تظنوا ان القران فقط كلام الله هو المقدس بل كلام النبي لانه وحي من الله ان هو الا وحي يوحى كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وهو وحي من الله ولكن هناك اعجاز اننا نجد اسلوب القران له بصمه الهيه واسلوب احاديث النبي له بصمه نبويه وهذا لا يمكن لانسان ان يمتلك اسلوبين في اللغه او في البلاغه لا يمكن ابدا كل شاعر او اديب او مفكر او عالم او باحث او كاتب او كذا له نظام معين وبصمة معينة لا يستطيع أن يغيرها مثل بصمة اليد هل يستطيع الإنسان أن يغير بصمة يده أو بصمة العين أو بصمة اللسان أو بصمة الأذن أو بصمة الشفرة الوراثية دي إن إي لا يستطيع كذلك لا يستطيع الإنسان أن يمتلك أكثر, أكثر من أسلوب لذلك هذه الأحاديث نحن نقول ينبغي علينا الاهتمام بها وأن نستفيد منها كنز معلومات مجانية النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ظاهره القتل، يعني انظروا اليوم ايها الاحبه الحروب في بلاد المسلمين. آه الملايين يعني يعني عدد القتلى عبر السنوات الماضيه تجد بالملايين. طيب هذه الظاهره لم تكن موجوده في 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 زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المعارك يعني يموت فيها عدد محدود جدا وضمن معارك اليوم نجد ان اعداد يعني الحروب تحصد ملايين الارواح كثره القتل هذا هذه بدانا نراها الان وربما هناك حروب قادمه يعني كثير من الدراسات تؤكد ان انه سيكون هناك سلسله من الحروب القادمه وسيكون هناك قتل اكثر نسال الله العافيه. طيب من كان يتنبأ أو من كان يستطيع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنبأ بكثرة القتل بكثرة الحروب والمعارك انظروا أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج الهرج ما هذا الهرج يعني كلمة جديدة شرحها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال وهو القتل يكثر القتل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعيش في زمن كان القتل فيه قليلا، وكان همه الدعوة إلى الله. طيب كيف تنبأ بأن هناك عصرا سيأتي سيسبق قيام الساعة؟ دائما عندما نسمع لا تقوم الساعة حتى يحدث كذا أو من أشراط الساعة أن يحدث كذا، ينبغي ان نعلم ان الساعة اصبحت على الابواب، الساعة اي يوم القيامة. وهي لا تاتي الا بغتة. حتى يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. كانه يريد ان يقول لك ان اسباب الحروب ستكون مادية. بسبب كثرة المال سيقتتل الناس، انظروا اليوم ايها الاحباء. كل الحروب التي تحدث اليوم ما هي أسبابها هي اقتصادية أطماع في ثروات الدول في خيرات الدول في النفط في ال... يعني الهدف هو المال فعندما يفيض المال حتى يكثر فيكم المال فيفيض يعني يصبح فائضا عن الحاجة عندما تقول فيضان هناك زيادة عن الحاجة هناك اناس لديهم من المليارات الشيء الكثير ايها الاحبه حتى يكثر فيكم المال فيفيض عندما يكثر المال ويفيض ما الذي سيحدث؟ ستبدا الحروب ويبدا الناس يقتتلون ويقتلون بعضهم بعضا والكل يسعى وراء المال طيب هذه هذه الصوره التي نحن نعيشها اليوم لا اقول نراها بل نعيشها كيف استطاع رجل يعيش قبل 1400 سنه والسؤال موجه للمشككين والملحدين كيف استطاع هذا الرجل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم ان يصف لنا ما نعيشه اليوم التفسير الوحيد انه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى وان الله عز وجل وصفه بانه رؤوف رحيم لماذا ايها الاحبه لان النبي يعني أنت عندما تحذر شخص، عندما تحب شخص، تقول له احذر هناك حريق سيحدث بعد كذا، هناك زلزال سيحدث بعد كذا، هناك خسارة ستحدث، احذر. أنت تحذر من تحبه، النبي يحبنا بل يحب البشرية كلها لأنه لأنه النبي هو رسول الله إلى البشرية جمعاء. فيريد لنا الخير فيحذرنا اذا رايتم كثره القتل وكثره المال اعلموا ان هذا من اوائل الساعه وان الساعه اصبحت قريبه فتوبوا الى الله ارجعوا الى الله لكي تنقذوا انفسكم من عذاب الله، لذلك الله سبحانه وتعالى كيف وصف هذا النبي؟ قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهما حريص عليكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين